السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام، حبيت نعمل الفيديو هذه حول الضجة الإعلامية اللي وقعت أخيرا في تونس حول تصريحات مريم الدباخ، ونحب نقول رأيي في الموضوع. طبعا كثير من التوانسة تبعوا قناة التاسعة عندما عدت البرنامج و تصريحات مريم الدباخ، وأكثرهم مش منقولش كلهم طاح يسب فيها ويقول مش متربية ومش متخلقة وكلبة وساقطة وغيرها من الشتائم اللا نهاية لها. المهم معناتها منحبش معناتها ندخل في التفاصيل، خاطر بعضهم يقول لك إن البرنامج الكل هو مفبرك، يعني عاملينه بالعاني من أجل معناتها خلق نوعا ما بوز حول الموضوع، والبعض الآخر يقول لك لا، يعني مريم الدباخ عبرت على رأيها وهذيك هي طبيعتها. المهم يعني نبدأ بالنقطة بالنقطة. هو المذيع سأل سؤال واضح وجهه للضيوف، قال نحب نعرف كل واحد رأيه في مسألة إغلاء الطماطم وأصولها إلى مبلغ تقريباً 3 دينارات، وبدأ طبعاً بمريم الدباخ سؤال واضح حول غلاء المعيشة وخاصة الطماطم اللي وصلت 3000، وكل واحد يعبر على رأيه بكل صراحة وتلقائية بغض النظر هل الجواب متاعه سوف يرضي الآخرين أم لا، وإنما الأهم إن الجواب يكون صريح. أولا تدخل أحد الحضور على جوابها، هي بدورها قلة تربية، لأن مش دوره هي باش تجاوب، مش هو هو جاوبها وقطع عليها الكلام وقال لها تعرف أنت شنية طماطمة، يعني بطريقة سخرية باش يظهر روحه اللي هو يعني مصدوم من الرد متاعها. شو مدخلك أنت وصل لدورك باش تتكلم؟ هذه قلة تربية، هذه تتسمى قلة تربية. أما حول جواب مريم الدباخ، كما قلت لكم بغض النظر نوافقها على الرأي أو لا أوافقها هي حرة. أما حول رد مريم الدباخ هي حرة باش تقول رأيها بكل صراحة على حسب عقليتها وعلى حسب مستواها الاجتماعي وعلى حسب ظروفها باش تقول اللي هي ميقلقهاش الطماطم ب3000 ولا ب10000 ولا ب100 دينار ولا حتى مليون، وهي حرة باش تشري الكلبتها الطماطم مهما كان ثمنها. هذا البرنامج لو تعدى في أي دولة متحضرة حتى حد ما باش يتكلم، يمكن يخالفها يقولها مانيش موافقك، أما باش يتدخل في حريتها ويسبها ويلعنها ويصفها بالكلبة والساقطة ويحط على ظهرها كل مشاكل المجتمع، هذا مش معقول. خلينا نواصلوا نشوفوا الرد الثاني. به سمعتوا معناتها شنو قال؟ في عود يجاوب على رأيه مدخل خشمه في الرد متاعها، حاج كلوف كما نقوله بالتونسي، وزعمة زعمة يبين روحه اللي هو يعني حارق قلبه على التوانسة، اللي هو ما عادش في شجر الطماطم، اللي هو متذمر من غلاء الطماطم، واللي هو يفكر في الاخرين. هذاك الشخص اللي يتكلم بالطريقة هذيك معناتها كان في الحقيقة يشوف واحد باش يعاونه باش يشري الطماطم ما يشريش، يشري الطماطم هو ويمشي يروح للدار. بينما شفتوا هذيك مريم اكيد فهمت كان تلقى واحد محتاج تعاونه. اذا
هو فقعد يجاوب معناتها على السؤال، مدخل خشمه في جوابها هي ويلوم فيها، واللي هو متعجب واللي هو حارق الحليب كأنها هي سبب في غلاة الطماطم وهي باش ترجع عليه. جواب مريم كان جدا معقول، يا اخي هي اش مدخلها في غلاء المعيشه وش مدخلها في غلاء الطماطم؟ ما كل واحد يتلهى في نفسه، هذا الكلام المعقول وهذه العقليه اللي نعاني منها، هذه هي العقليه اللي احنا نعاني منها، كل واحد يدخل في خشمه في الاخرين. كان كل واحد تلهى بروحه وكل واحد عاش على حسب مستواه وكل واحد عمل على نفسه ووفر الظروف المناسبة ليه، رأي مشاكلنا تحلت. في الحقيقة أنا وقت شفت الفيديو أول مرة، يعني كلام مريم تعدلي عادي، يعني سمعته عادي رأيها أوكي، فما حتى مشكل، فهمت؟ مش يعني باش نسبها ولا نلعنها ولا نقول مسقطها، ولكن اللي لفت انتباهي هو رد الآخر اللي قال لها انت تعرف الطماطم، ورد هذاك اللي بجنبها اللي رد روحه فهمت يعني مدافع عن الفقراء، يعني فقط اغتنم الفرصة تاع منبر اعلامي باش يظهر روحه اللي هو انساني وفي الحقيقة معاون حتى انسان. هذا هو النفاق، يعني النقطة الاولى هي التدخل في شؤون الآخرين، الثاني أنك لازمك تكون منافق، وهذه نقطة ياسر مهمة. يعني هو اتكلم باش يرضي الناس على خاطر كلامه باش يلقى قبول عند الآخرين، بينما مريم ما يهمهاش في رأي الناس، يهمها في رأيها هي، عبرت عليه بكل صراحة. أما المجتمع الذكوري اللي احنا عايشين فيه مع الأسف، ومجتمع اللي ما يحترمش الرأي الآخر، والمجتمع اللي يدخل نفسه في الآخرين، والمجتمع اللي يحب روحه هو زعمة اللي يدافع على حقوق الفقراء وهو في الحقيقة ما يعمل حتى شيء، هذه العقلية اللي صدمتني. ولكن بعد أيامات نشوف على الفيسبوك، شوفوا كيفاش معناتها هذوما كلاهم الحوت، شوف معناتها الفقراء كيفاش عايشين، وهذه يا سي مريم الدباخ هي سبب مشاكل كل تونس، هي سبب الهجرة السرية، وهي سبب الأشخاص اللي رموا رواحهم في البحر أو ماتوا في البحر وكلاهم الحوت، وهي سبب غلاء المعيشة، وهي سبب كل شيء. علاش؟ على خاطر قالت رأيها بكل صراحة وبكل تلقائية. هذا اللي صدمني في الحقيقة، اللي صدمني هو ردة الفعل المجتمع. في الحقيقة أنا ما كنتش نعمل هذا الفيديو، أنا وقت شفت الفيديو وشفت ردة الفعل، يعني معناتها نفسيا اتضمنت مع مريم الدباخ، قلت قالت رأيها هي حرة. أما اللي صدمني هي ردة الفعل متاع الناس اللي كلهم ولاو حاملين راية المجتمع، هذا اللي معناتها هبلني واللي شجعني باش نعمل هذه الفيديو. هو فيديو الوليد عمله في الحقيقة، وقت سمعته ارتحت، عبر على اللي حسيته، يعني قلت فما أمل في التوانسة، فما أمل. يعني أنا وقتها صدقني، وقتها شفت ردود الفعل والضجة الإعلامية وكل شيء، قلت أنا وحدي مفكر هكاك، ولكن وقت سمعت كلام وليد يعني نحالي غمة على قلبي، وحكيت مع بعض الأشخاص الآخرين وعبرولي نفس الرأي، نفس رأي وليد، ولكن قالوا لي سكتنا ما حبيناش نتكلموا حتى ما يسبوناش حتى احنا. هذه النقطة اللي حبيت نتكلم فيها في الفيديو. في الحقيقة رأي وليد روعة، صراحة روعة، يعني إنسان عبر على رأيه وتضامنه مع مريم الدباخ ضد عقلية متخلفة، ضد عقلية رجولية، ضد عقلية ما تقبلش الرأي الآخر،
ضد عقلية تحمل المسؤولية الشخص على كلمة قالها، ضد عقلية تحب تظهر روحها زعمة هي الدافع على الإنسان وحارقها قلبها، فهمت، على تونس وعلى الزوالي، وهي في الحقيقة تحب تعمل كان البوز. مهمهاش معناتها الكلام الصحيح، يهمها أنها الناس يصفقوا لها. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. وقت الناس يصفقوا له، فهمت، ويقولوا له بارك الله فيك، هو يرتاح. المطلوب من الإنسان إنه وقت يعبر على رأيه ميهموش التصفيق. الهدف متاع هذا الفيديو، فهمت، معناتها اللي عملته اللي هو معناتها قصير، حبيت أقول إن ما تخافوش، عبروا على آرائكم وما تفركسش على اللي بشي يصفقوا لك. قول كلمة الحق، قول رأيك، حارب هذه العقلية المتخلفة. حتى ولو يسبوك، خلي يسبونا. هاكا وليد خرج الفيديو نتاعو وطاحوا يسبوا فيه، وانتي ساقط وانتي كذا وانتي كذا، وهو انساني اكثر منهم، فهمت، هو انساني اكثر منهم، ومريم الدباغ انسانية اكثر منهم، اما هما ميحبوا كان المظاهر ويحبوا كان البوز باش يصفقوا لهم ويقولوا لهم بارك الله فيكم. هذه هي الفكرة اللي حبيت نوصل لها. حبيت نقول للأشخاص اللي حكيت معاهم يعني في البرايف، ياسر حكيت معاهم، قالوا لي يا كريم احنا متفقين مع رأي وليد ومتفقين مع الرأي متاعك، ولكن ما نجموش نقولوا باش ما يسبوناش. لا، خلي يسبونا. المهم هذه العقلية المتخلفة تتنحى وتتبدل. لازمنا نحترموا الرأي الآخر، نحترموا الصراحة، ما نشجعوش على النفاق والكذب، وكل واحد يتلهى في حوايجه. وأنا متضامن مع مريم الدباغ في التعبير عن رأيها بكل صراحة، وموافق 100% رأي وليد في هذه المسألة اللي معناتها في الأخر خرجوها هي غالطة وهي مش باهية وهي مسؤولة على كل المشاكل في تونس، وخرجت من استديو تبكي باش هما سيادتهم ظهروا اللي هما أبطال، واللي هما يعني فكروا في المجتمع ويفكروا في الزوالي، فهمت؟ يعني اللي حبوا يوصلوا له أنهم يكسروها من الداخل متاعها، فهمت؟ باش هي تكون منافقة، يجبروها على أن تكون منافقة. وأنا أحيي مريم الدباغ أنها غادرت استديو، وأتمنى أنها تتمسك بالموقف متاعها وبرأيها بكل صراحة، وأنها ما تخضعش للضغوطات متاع المجتمع الذكوري، المجتمع المنافق، المجتمع اللي يحب يظهر روحه زعمة يفكر في الآخرين وهو ما يفكر كان في نفسه. وشكرا، ومع فيديو قادم، وبسلامة. Thank you.